هناك طرق عديدة للاحتفال برمضان في دبي. هنا في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفاهم الثقافي يرحب بالزوار للتعرف على العادات المحلية. مع شعار أبواب مفتوحة عقول متفتحة، كان المركز يكسر الحواجز الثقافية من مقره التاريخي في الفهيدي قبل أكثر من عقدين. ألتقي اليوم بالمقدمة الثقافية ميرا الفلاسي لمعرفة المزيد. ميرا، شكرا جزيلا على الاستقبال. هل يمكنك إخبارنا بما يفعله المركز؟ لدينا برامج مختلفة، من بينها برامج الوجبات الثقافية وجولات الإرث وبرنامج كريك سايد. نركز في هذه البرامج على محادثة مفتوحة مع ضيوف. نعلم أن الكثير من الناس لديهم أسئلة مختلفة للإماراتيين، ونحاول خلق بيئة منفتحة تمكن أي شخص أن يسأل أي سؤال. وما الذي تقومون بفعله تحديداً في رمضان؟ سيكون لدينا برامج الإفطار، من خلالها نود أن نظهر لأصدقائنا وضيوفنا غير المسلمين كيف يفطر المسلمون، وبعد ذلك نقوم بجولة قصيرة في مسجد الحي. أرى على الحائط مواقيت كثيرة، ماذا يعني هذا؟ ذلك لأننا نتبع التقويم القمري. علينا أن نضع في الاعتبار مواقيت الصلاة، والتي تتغير كل يوم، وهي تعلمنا بمواقيت الصلاة ومتى يحين وقت الإفطار. هذا يعني أننا على أبواب موعد الإفطار. نعم. صمد العراقي في قلب الجميرة هو مكان مفضل للإفطار للعائلات المسلمة وغير المسلمة. دعاني شريك المطعم موي الحاج للانضمام إليه في وجبة إفطار تقليدية في دبي. يا إلهي، هذا إفطار رائع. أرى التمر طوال الوقت على موائد الإفطار. لماذا هو مهم جداً بعد صيام يوم كامل؟ التمر مليء بالمغذيات والطاقة، وهو أول ما تبحث عنه عندما تصوم طوال اليوم لساعات طويلة للحصول على القليل من الطاقة. هذا الطبق مثلاً أرى أنه يحتل الصدارة في الإفطار، هل يمكن أن تحدثني عنه؟ اسمه أوزي، وهو قطعة من لحم الضأن تقدم مع أنواع مختلفة من الأرز. لدينا ثلاثة أنواع مختلفة: الأرز الأحمر، الأرز البسمتي الأبيض، والأرز البني. هو طبق مشهور جداً في رمضان، يجعلك ممتلئة تماماً على الفور. وللتحلية الكنافة الشهيرة. الكنافة الشهيرة، ما الذي يوجد بداخلها؟ في الأساس هي عجينة، لذا فهي تحتوي على الدقيق والماء والشراب الحلو، والأهم الجبن الموجود فيها. ما هو أفضل شيء بالنسبة لك في رمضان؟ قضاء الوقت مع الأشخاص الذين تحبهم، والإفطار مع العائلة والأصدقاء، والقيام بهذه الرحلة يومياً لمدة 30 يوماً من الصوم هو شيء مميز جداً في عالم اليوم الذي نجد فيه أنفسنا منشغلين. إنه شيء يجمعنا معاً. يمكن لدبي أن تستوعب جميع الأذواق، فهنا يمكن لأصحاب الذوق الرفيع أن يفطروا وسط السحاب. الإفطار في السحاب يتيح للركاب تناول الإفطار أثناء تحليقهم فوق الإمارات على متن طائرة خاصة. لمعرفة المزيد دعيت على متن الرحلة الافتتاحية. تستهدف هذه التجربة التي تنظمها شركة جيت إكس أولئك الذين لم يسبق لهم السفر على متن طائرة خاصة. أوليك كافاروف يطلعنا على المزيد. هذه هي التجربة الأولى من نوعها في العالم لشهر رمضان، حيث ندعو ركابنا، ما يصل إلى 6 ركاب، للانضمام إلينا في رحلة عبر البلاد، حيث نرى معالم الإمارات 7 التي تشكل دولة الإمارات. وأعتقد أنها فكرة جميلة. عند غروب الشمس هذا هو أفضل ضوء، ولدينا مطبخ رائع، لدينا طاهٍ على متن الطائرة، لدينا طاقمنا الذي يعتني بالركاب، وهذه تجربة ممتعة لمن يشتاقون للسفر. أفخم إفطار يمكنك تخيله، ويسعدني جداً أن أكون على متن الطائرة مع أشخاص رائعين اليوم. بغض النظر عن اختيارك لقضاء رمضان في دبي، فالرسالة واضحة: احرص على الاحتفال برمضان واستحضر بركاته.